السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عرب فيبنج. اليوم يا جماعة الخير بتكلم عن الرمز اللي يطلع لنا في الشاشة اللي هو تشيك أتومايزر أو نو أتومايزر. هذا الرمز إذا ظهر من الجهاز عبارة أن الجهاز لا يستطيع قراءة الخزان أو هناك التماس في الخزان، يعني حتى اللي يطلع لك مثلا شورت أتومايزر أو نو أتومايزر أو تشيك أتومايزر، جميع هذه الرموز في خلل ما بين الوصلة اللي في الجهاز والخزان، أساس نعرف إيش الخلل نروح خطوة خطوة. من ضمن مشاكل الأتومايزر تشيك أتومايزر هو إن الإعدادات أحيانا يكون السلك اللي موجود التيتانيوم مثلا وانت حاطه على نظام الوات، والتيتانيوم معروف هو نظام تحكم حراري، أو ستانلس ستيل أو نيكل نايكروم أو نظام الكنثل اللي هو نظام الوات، فلازم تعرف ايه نوع السلك اللي انت مركبه وتتاكد اذا كان الوات بيشغل ستانلس ستيل ونظام الكنثل سلك الكنثل، او اذا عندك النيكل كروم النايكروم او التيتانيوم او الستانلس ستيل تستطيع انك تشغله على نظام التحكم الحراري، ولكن لازم تتاكد من ان حاطه على نظام السلك اللي موجود في الخزان، مثلا تيتانيوم حطه على التي اي، ستانلس ستيل حطه على الستيل وخلاص. طبعا انا السلك اللي مركبه كنثل فلازم نظام وات وخلاص، وبهذه الطريقه ان شاء الله ما بيطلع لي تشيك اتومايزر. اول خطوه يا جماعه الخير لازم تتاكد من الخزان نفسه. الخزان نفسه في الاسفل اللي تلاحظون هذا هو الموجب والسالب، هذا مسمار الموجب. نشوف في الأسفل إذا كان المسمار الموجب طالع شيء بسيط، حاول إنك تضغط ضغطة خفيفة للداخل، وبهذه الطريقة هذا المسمار بيتوصل مع الكويل اللي داخل. فإذا كان هذا المسمار في حالة إنه كان شوي مرتخي بيكون في فاصل ما بين المسمار هذا والكويل، وبهذه الطريقة لأن يكون في هناك اتصال. هذه أول نقطة، اضغط على مسمار الفايفتن. إذا استمرت عندك المشكلة اللي هي تشيك أتومايزر أيضا، افتح القاعدة، قاعدة الكويلات اللي هو RTA RBA اللي هو الـ RDA المهم، وتأكد من تركيبك للكويلات أن هناك لا يوجد جسم ملامس ما بين السالب والموجب، وحاول أنك تنظف القاعدة وتتأكد أن لا يوجد مثلا سلك موصل السالب والموجب، بالإضافة أن تأكد من السلك لان انت مركب السلك هذا الكويل، اقطع السلك للاخير. لو تلاحظون السلك هذا اقطعه للاخير، لا تخلي طالع شيء بسيط، اي سلك طالع شيء بسيط يمكن يسبب التماس مع جدار الخزان، وبهذه الطريقه بيكون التماس والجهاز ما بيشغل الخزان، لذلك لازم تقطع للاخير. ايضا ترتيبك للكويلات، يعني الكويل نفسه لا تخليه بعيد اكثر من اللازم ويمكن يلامس الجدار ايضا جدار الخزان، ولا تخليه داخل اكثر من اللازم ويمكن يلامس هذا الكويل يلامس واحد من هذا العواميد، ولا تخليه مرفوع زياده ويمكن يلامس سقف ايضا سقف الخزان من الاعلى، ولا تخليه نازل زياده ويلامس لك قاعده، يعني خله حر في المنتصف على اساس تتاكد انه لا يوجد التماس بينه وبين اي معدن اخر. الوصلة الوحيدة اللي انت محتاجة انه يكون ما بين السالب والموجب فقط. طبعا تأكد يا طويل العمر ان الكويلات اللي انت مركبها لا تكون ثقيلة جدا، يعني في بعض الاخوان يركب كويلات متينة وبعدين يلف 10 لفات 12 لفة، وخصوصا اذا كان الخزان كويلين، فتخيل يعني بيكون ثقل على الجهاز نفسه عشان يشغل هذا الخزانات او الكويلات الثقيلة جدا، وبتضغط على الجهاز خصوصا اذا كانت المقاومه اقل من 0.05 مثلا، بتكون مقاومه جدا جنونيه. فانت حاول انك تخلي كويلاتك بالمعقول، خصوصا اذا عندك فيوز كليبتن، يعني لا تتعدى الخمس لفات الست لفات الفيوز كليبتن، اما السلك العادي نفس ما تلاحظ يعني عندك العشر لفات، لكن لا تروح للفات الكثيره هذه اللي ما لها داعي. طبعا بعد ما تأكدنا ان الخزان ما في اي مشكلة من قطعة الاسلاك، قطعنا الاسلاك للاخير، نظفنا القاعدة، ركبنا كويلات يعني معتدلة، كل شيء في السليم، ضغطنا على الفايفتن اللي في الاسفل وتأكد ان كل شيء في السليم،
نروح ونشوف الجهاز هل بيشغل الخزان او لا. اذا ما شغل الخزان وظهر لك ايضا خاصية تشيك اتومايزر، في هذا الحالة لازم تتأكد من الفايفتن اللي في الجهاز. مدخل الفايفتن اللي في الجهاز، خصوصا اللي يعانون، اللي عندهم الاركس دائما يعانون من هذا المسألة، مدخل الفايفتن دائما يكون في مشكلة التشيك اتومايزر. والسبب يعني شركة الوسمك كان عندهم تنافس ما بين الشركات، وصنعوا جهاز حاولوا بقدر الامكان يخلوه صغير في الارتفاع فقط للشكل، لكن هذه الخاصية فيها عيوب. العيب الاول بيكون يا جماعة الخير ان مسمار الفايفتن بيكون مساحة السبرينج صغيرة جدا، لذلك الفايفتن لو تلاحظون ما يتحرك بأريحية تامة، ما يتحرك بأريحية تامة. فإذا كنت مركب مثلا 510، يعني شوف هذا الثريدنج كان صغير، فيمكن ما يوصل ويسوي كونكشن لهذا المكان. وإذا كان هذا طويل زيادة عن اللزوم وانت تركبه، فيمكن يضغط على هذا القاعدة ويكسر اللي أسفل، هذا قاعدة الـ510 اللي بتكون أسفلها يمكن الأسلاك أو الشريحة. دائما إذا بتركب الخزان وحسيت إن في مقاومة مع التركيب، حسيت إنه شديد زيادة، بس وقف وارجع للفيديو اللي أنا شرحت فيه إنك تحط بلاستيك ما بين الخزان والجهاز. فيديو البلاستيك بيكون جدا مهم إذا حسيت إن الخزان قاعد يتركب ولكن يعني بصعوبة، فلا تضغط أكثر على الفايفتن حق الجهاز. إذا ضغطت أكثر احتمال لا سمح الله إنك تكسر شيء في الأسفل، أسفل الفايفتن، مثلا يمكن سلك أو شريحة إلى آخره. وايضا تاكد ان المقاومه لا تكون عاليه جدا، يعني انت شغل المقاومه وشوف هل بياخذ له وقت طويل لين يسخن، عباره عن المقاومه جدا جدا قويه. وبهذه الطريقه الحراره اذا كانت عاليه في الخزان والكويلات، على طول بتنتقل الحراره من الخزان لمسمار الـ510، وهذا المسمار يعني خصوصا اذا كان قريب من الشريحه نفس ما تشوفون في الاركس، فعلى طول الحرارة بتنتقل من المسمار عبر السلك صغير جدا ومن ثم على طول للشريحة، فاحتمال يذوب السلك عندك وحله بسيط انه يتعدل، او احتمال انه لا سمح الله الشريحة تتلف عندك وبهذه الطريقة بتحتاج انك تغير الشريحة. لازم تتأكد من مسمار الفايفتن انه لا توجد فيه اوساخ ايضا، هذا هو لو تلاحظون الذهبي بيكون الموجب والثريدنج بيكون السالب، فلازم نتأكد أنه لا يوجد جسم غريب أو معدن ما بين هذا الجسمين. فإذا حدث أن هناك معدن أو سائل زيادة عن اللزوم، يعني من تركيبك للخزانات أحيانا يأتي السائل ويدخل داخل ويحدث التماس، في هذه الطريقة بتحتاج أنك تنظف مسمار الفايفتن عن طريق قطنة أذن. تلاحظون تروح تضغط ضغطة بسيطة على الداخل وأنت تلف، وتتأكد أيضا تلاحظون شوف الوساخة اللي بتطلع، يعني تتأكد وأيضا تضغط. إذا ما عندك القطنة الأذن أو حسيت أن في صعوبة أنك تضغط بقطنة الأذن، تستطيع أنك تجيب منديل أو قطن وتجيب أيضا نفس الملقط وتضغط على مسمار الفايفتن شيء بسيط وأنت تلف. لماذا أنا عملت هذه الحركة؟ هذه الحركة يعني تتأكد 100% أنه بتنشف السوائل او اي جسم قريب يكون في هذا المساحة، وبيروح ان شاء الله عبر طريقة تنظيفك بطريقة الملقط او بطريقة تنظيف قطنة الاذن، او اللي هو اهم شيء تنظف هذا المكان. بعد ما تنظف هذا المكان ارجع ركب الخزان اللي احنا تأكدنا منه كل شيء في السليم، واضغط وشوف هل بيشتغل معاك او لا. اذا ما اشتغل عندك الحل الاخير، يعني إذا كان الخزان مركب للآخر وما قاعد يشتغل، حاول إنك ترخ الخزان شيء بسيط وشغل، ورخ شيء بسيط وشغل، حتى إذا حسيت إن إذا شفت الجهاز اشتغل، عبارة إن هناك تلف في وصلة الفايفتن أو السلك، فبتحتاج إنك تحط قطعة بلاستيك نفس ما شرحت في الفيديو السابق، فيديو صنع البلاستيك. لو تتابعونه بلاستيك تحطه ما بين الخزان وما بين الجهاز، وبيدوم وياك يشتغل بهذه الطريقة بدون أدنى مشكلة. لكن إذا رجعت المشكلة أو المشكلة ضايقتك، مالك إلا حركة وحيدة.
الحركة الوحيدة انك تروح لفن الالكترونيات او ترجع لاي فيديو وتشوف فيه كيف يفتحون الاركس. تفتح الثريدنج بالكامل وبعد ذلك تشيل هذا قطعة البلاستيك. في اسفل الفايفتن بتحصل السلك، طبعا لازم تكون حريص. بعد ذلك تشوف اذا في سلك مفصول تستطيع انك تلحمه او توديه الفني الالكترونيات يلحمه لك. فني الالكترونيات انا قصدي مثلا مصلح المسجلات القديمه او مصلح التلفزيونات، هذا الفني عنده هذا الادوات اللي بتساعد انه يصلح هذا الشريحه او يصلح هذا السلك المفصول. اذا المشكله لا توجد في السلك، عباره المشكله في الشريحه نفسها. الشريحه نفسها صايره نفس ما نفس شريحه الكمبيوتر بالضبط. فبتحتاج ايضا فني الالكترونيات اذا عرف انه يقدر يصلح الشريحه كان بها. يعني 80% اكيد ما بتتصلح، لكن اذا حصلت واحد فنان او شيء بيصلح لك الموضوع. اذا ما تصلح مالك الا حل وحيد، وهو الحل الاخير، انك تراسل موقع الشركه مثلا من السموك او الاسمك او اي شيء، تتاكد من جهازك من صناعه اي شركه، ومن ثم تراسل الشركه وتقول لهم مشكله الجهاز ان عندك شريحه تحتاج تبديل، محتاج انك شريحه. فاذا هم رسلوها لك مجانا او بمبلغ رمزي ادفع ما يضر ان شاء الله، بتوصلك الشريحه عبر البريد العادي او من هالقبيل، وتستبدلها عن فني الالكترونيات بدون ادى مشكله. او اذا شفت جهازك يعني لا يستحق هذا المبلغ انك تصلحه مره ثانيه، فبتضطر في النهايه انك تشتري جهاز اخر. يعني هذا كل شيء يا جماعة الخير، هذه هي مشاكل تشيك اتومايزر، واتمنى انكم تمشون خطوة بخطوة مع هذا الفيديو لين ان شاء الله تنحل مشاكل التشيك اتومايزر ونو اتومايزر وشورت اتومايزر. وهذا كل شيء يا جماعة الخير، واسف على الاطالة، وكان معكم اخوكم عرب ليبنج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.